السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ثلاثة أسئلة للشيخ. طيب الأول. الأول أنا بسأل عن حكم الكعب العالي. حكم. الأماكن العامة. حكم. حكم لبس الكعب العالي. نعم. طيب طيب. في الأماكن العامة والأسواق خصوصا. يعني هو حرمته في صوته اللي طلع والكعب العالي كشكل يعني. أها. طيب. الأخت وجدان سؤالها الأول عن لبس الكعب العالي يا شيخ، الحذاء العالي أجلكم الله والمشاهدين، تقول في الأماكن العامة في الأسواق، تقول هل الحرمة في شكله يا شيخ كونه عالي أم في صوته الذي يصدر منه أم ماذا؟ هو لا شك أن الصوت له إشكالية إذا كان يصدر صوتا فاتنا خارجا عن الصوت المعتاد في السير. والله تعالى قد قال في ما تلبسه المرأة من زينتها الخفية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن كان هذا زينة فإنه لا يجوز أن زينة سمعية طبعا هنا زينة يستدل عليها بالسمع فيجب تركها لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال العلماء أنه ما تضعه المرأة من خلخال وزينة في قدميها إذا مشت أصدرت صوتا يخبر بتلك الزينة ويغري النفوس بالتشوف إليها والنظر إلى ما أخفته من الزينة، هذا نهى الله تعالى عن مثله الكعب سواء طويلا أو قصيرا. نعم. مثله ما تلبسه المرأة من الحذاء أو اللباس في القدم الذي يشعر بزينة خفية تتطلع عليها النفوس. أما إذا كان يؤدي إلى نوع من التمايل في السير كما هو حاصل، تتمايل بعض الأحيان بسبب نوع اللباس، فهذا أيضا مما ينهى عنه لأنه لا يقيمها على سيرة مستقيمة ولا على سير قويم فينبغي تركه. أما إذا كان يعني كعب مرتفع لكن ليس في هذه المحاذير فسيرها قويم ولا فتنة فيه ولا تصدر صوتا يلفت الأنظار إلى ما خفي من زينة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.